مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجني ثمارها دلوقتي. أنا كانت أكتر حاجة بتوجعني وأكيد بتوجعكم كلكم وإحنا ماشيين في الشارع كده وبنلاقي المجاذيب أو الأطفال اللي بلا مأوى أو الناس العجوزة اللي قاعدة في الشارع بتحتمي بعمود نور ولا قاعدة تحت الكوبري. بجد الواحد فعلا كان قلبه بيوجعه قوي وما بيبقاش عارف يعمل لهم إيه، يعني حتى لو قدمهم لهم وجبة أو إدالهم حاجة في يعني يمشوا بيهم حالهم لمدة ساعة ولا ساعتين، ماشي بقيت الحياة هيعملوا فيها ايه؟ فحقيقي مبادرة في منتهى الإنسانية وفي منتهى الحب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكره جدا الحقيقة على المبادرة دي، كنا محتاجينها وكان نفسنا نشوفها من زمان قوي، بس الحمد لله يعني الحمد لله ان احنا بنبدا، والحمد لله ان كل حاجة بتيجي ممكن تكون مش في وقتها، كان المفروض تبدا من زمان قوي قوي، بس الحمد لله عندنا رئيس عنده رحمة وعنده إنسانية عالية. الأرقام هتبقى موجودة دلوقتي على الشاشة لأنه أكيد حضراتكم هتحتاجوها، فالأرقام موجودة دلوقتي، أي حد يلاقي أي طفل ملوش مأوى، يلاقي أي حد كبير في السن، يلاقي أي حد مشرد، المجاذيب اللي بنشوفهم في الشارع دول، أي حد يشوف أي حالة من الحالات دي يتصل بالأرقام الموجودة دلوقتي على الشاشة.